السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ هانيين، كلشي بخير؟ ايوا، كي دايرين؟ كي دايرين مع الاجواء؟ باقي عندكم شي اجواء ديال العيد ولا صافي؟ المهم البنات، اليوم ان شاء الله نشارك معكم واحد الخريجه للبحر، يعني خريجه تقريبا راه من الصباح حتى المغرب ضلينا في البحر، وان شاء الله نشارك معكم الاجواء والمناظر ديال شاطئ بوطلحه في مدينه الداخله. واحد الشاطئ اللي زوين تبارك الله، وفيه واحد المياه اللي هي زوينه ودافي وصالح للسباحه، يعني يعوم اللي كيعرف واللي ما كيعرفش، زعما واحد الجو من داكشي. المهم البنات، بالنسبه لهاد الطريقه ديال الكوتليت كتجي البنات رائعه، راني درت معاكم الطريقه في القناه، يعني نزلتو لتحت عادي يبان لكم لا فيديو، يعني هاد الطريقه راه هي ناجحه، ممكن ديريها الكوتليت كيجي هشيش وكيجي فتي وكيجي بنين من داكشي، يعني تقريبا هاد الكوتليت هذا راه مرقد من البارح مرقد في العطريه ديالو من البارح، ودرتو مني جيت لهنايا درتو في الكوكوت ودرتو على الفاخر وطاب، حتى طاب هي اللي كنشويه فوق الفاخر باش كيجي فيه هذيك النسمه ديال الشي، يعني تيجي من داك الشي كتقولي بحال ما طايبش كاع، كطايب غير على المجمر، راه تيجي. البنات جربوه وصدقوني ما تبقاوش تخلاو على هاد الطريقه، الصراحه طريقه واعره، كيجي محمر كما كتشوفوا دابا. البنات جربوها بعينكم مغمضين، اسهل ما يكون، ما عمركم عادي قلت لكم تبقاو يعني تخلاو على هاد الطريقه. صافي البنات، هذيك الطريقه ديال الكوتليت راه كاينه في القناه، ممكن تنزلوا لتحت تشوفوها بالتفصيل الممل. دغيا تيطيب، دغيا تيوجد، يعني ساعه تقريبا في الكوكوط كيطيب، على طيبتونا على الفاخر، جا الصراحه بنين، جا زوين. ممكن طيبيه في الدار وتجيبيه، طيبيه في الدار وتجيبيه حتى لتما وديري وتشويه، تيجي زوين. المهم حيت حنايا جينا بكري، يعني جبتو معايا، شرملتو تقريبا الليله كامله وهو مشرمل، والصباح جبتو وطيبتو على المجمر، جا الصراحه من داكشي رفيع ما تشبعوش منه البنات، احسن من الطريقه الاولى التقليديه، يعني هادي يعني غادي تعجبكم بزاف بزاف. وكنتم البنات نتوما تمنظروا معايا في المناظر الخلابه ديال هاد الشاطئ الجميل، اللي الصراحة أحسن شاطئ في الداخلة بالنسبة للناس اللي بغاو يعوموا ويستمتعوا، يعوموا مزيان ويشبعوا عومان، يجيو لهنايا. الماء سبحان الله دافي، ما كيضركش البرد هنا، على الشواطئ الأخرى كيكون فيهم الماء بارد وكتكون الأمواج عالية، يعني كيكون الناس اللي ما تيكونوش يعرفوا يعوموا مزيان كيكون خطر عليهم. وكنتمنى تكونوا استمتعتوا معايا في هذا لا فيديو هذا، والله يجازيكم بخير. ما تنساوش ليا واحد جيم الى عجبكم لا فيديو، ما عجبكمش ما ديروش جيم عجبكم ديروها، ما عجبكمش ما ديروهاش، نتوما حرين. يلا البنات، كنسلم عليكم وكنتمنى لكم كل خير وكل السعادة، وحفظ لكم وليداتكم وحفظ لكم صحيحتكم، ودوزوا إن شاء الله هاد العطلة بخير وعلى خير. خليكم مع التتمة ديال الفيديو، إلى اللقاء إلى فيديو آخر إن شاء الله، وشكرا لكم بزاف على التشجيعات ديالكم، بارك الله فيكم، شكرا.